أسوأ حاجة تقدر تكونها في الدنيا هي أنك تكون جبار شقي. جبار شقي هذا لم يعترف حتى بحق على إنسان، حتى على أي فضل، يعني حتى يقول لك ما كان حتى واحد عنده فضل عليا في الدنيا، وهذا يقول لك هو الجبار الشقي. فرعون قاع بتجبره يقول انا ربكم الاعلى، كان عندها قصه مع مرأة، يقولها المرأة الماشطة كان عندها قصه معها، حيث انه قرر بهي بيقتلها لفعل ما. قالت لها ودي عندي طالب، قالها قولي. قالت لها ودي اجمع بيني وبين ابنائي في قبر واحد. قال لها لك ذلك لانه كان لك فضل علينا. قال هذا درتي معنا حاجه زينه قبل. قالها شوف، قالها لبي لك الرغبه. حتى ولو الناس يهضروا، الناس ياذوك، الناس يديروا كل شيء، دائما تلفت وراك، تلفت الروس وبالك، حوش لهم على فعل زين باه تقدر دير ذا قبال هذا. حوش لهم على فعل زين، حوش ناضوا معاك، بينك وبينهم ملح، قول زين، عشره، جيران، دائما حوس على حاجه كيما هذه باه تغفر لهم. وغفروا اللي جاتهم دائما ياذوك جبد، انساهم قاع لحم راسك، انساهم ومشي، غير بما تكون جبار شقي. هذا بكى بما تكون جبار شقي، لان جبار شقي ما يعترف حتى الفضل، ما يقر حتى بحاجه، حتى بخير لاي انسان. وعليه الانسان دائما يفتش في جيوب الماضي، قال فلا ربما كاين ملح، كاين طعام، كاين عشره، كاين ربما يوم من الايام كانت الامور مليحه مع بعضنا وتغير الوقت، وانسان غلط معك خطره وزوج وثلاثه وكل شيء، فتش في ذاك الماضي واغفر، دير هذه مع هذه وكمل. ربي يحفظكم.